في حاجة تانية لو اتكلمنا فيها بالنسبة للمكافحة، اتفضل يا فندم. المفروض ان انا في فترة التزهير دي يعني بعد التخريج بشوية المفروض ان انا اتابع ظهور الإصابة بالمن او بالتريبس. يعني عرضة بقى في الوقت ده. في الوقت اللي هو فيه نمواد غضة كده عندنا نتابع الإصابة بالإصابة بالمن، بالمن عشان طبعا لو في اول ما عند الشجره تخضر كده على طول، يعني احنا معرضين للمن. نبدأ نتعامل معاها طبعا، يا اما حقن لو الشجر كبير، ويا اما رش لو الشجر صغير، لان انا عشان احقن محتاج مثلا لتر الفدان من الاميداكول برايد، عشان احقن لتر الفدان، فلو الشجر كبير ماشي مش ما فيش مشكله، لكن عندي شجر صغير الافضل ان انا استعمله رش. طب ولما استخدم رش هحط قد ايه تركيز مثلا، هو او قد ايه التركيز كمان؟ بتاعه 50 سم على 100، 50 سنتي 50 على سنتي لو هو طبعا سائل، 50 جرام لو بودر على 50 المية. جرام على 100 لتر ونرش بيهم. اللي هي الأميدة كل برايد يعني. ده عشان نقي عشان موضوع المن بقى، المن، المن والتريبس. المن والتريبس. تمام. جميل جدا. طبعا المن والتريبس من الاعداء يعني الفظيعه جدا لكل الاشجار، ولكن برضو في شويه حاجات كده لو رعناها يعني اعتقد ان احنا الاصابات عندنا هتقل. اعتقد ان احنا لو ابتدينا نهتم بنظافه الحقل اللي احنا فيه، ان احنا نشيل اي اعشاب ضاره او اي نموات خضريه غير مرغوب فيها في الارض، موضوع تنظيف الارض من المخلفات الزراعيه، موضوع متابعه نظافه الارض، ويعني يا ريت صاحب الارض ينزل بنفسه ما يعتمدش على العمال بشكل كامل، ينزل يشوف بنفسه، لانه هو طول ما الحقل نظيف احنا عندنا اصابات اقل بالمن، صح كده؟ تمام مظبوط. عشان في ناس يعني لا، ما هو اذا مش حضرتك بتهتم. الاصابه بالمن ظهرت والناس ما اهتمتش بيها، هيبدا يعمل لي ندوه عسليه، هيبدا يعمل لي عفن هبابي، هياثر على المجموع الخضري، هياثر على التزهير، بالتالي هشوف ما فيش محصول في صحيح. الشجره.